تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في رحلة جديدة من برنامج الصحافة لمعرفة آخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية. والتركيز كان كبيرا على مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية وما رافقها من أحداث. ونبدأ جولتنا في الصحافة المحلية من صحيفة الزوراء لنطالع أبرز ما عنونت. الكرخ وزاخو يكملان أضلاع المربع الذهبي. الزوراء يقلب الطاولة ويقصي غريمه التقليدي القوة الجوية من بطولة الكاس. واتحاد السباحة يسعى لاكتشاف المواهب من أجل دعم المنتخبات الوطنية. وشريف مؤمن: منتخب اليد يعاني من ضعف الإعداد والدوري بحاجة للمحترفين. أربعة مصارعين من نادي الحشد الشعبي يمثلون العراق بدورة التضامن الإسلامي. ومنتخب شباب الطائرة يكثف تدريباته في أربيل تحضيرا لغرب آسيا. وغياب 24 لاعبا عن الجولة المقبلة للدوري الممتاز. الأوسي: دوري الكرة بنسخته المقبلة سيبدأ في أيلول المقبل. والإيراني الشريعة يدعو لاعبي منتخب الصالات للتدريبات تحضيرا للعرب. وصدام: إدارة الكهرباء ستعمل على بناء فريق منافسات بدوري السلة الممتاز. وننتقل إلى صحيفة الزمان لنطالع أبرز ما عنونت. الموسوي: ملعب المدينة وضع لخدمة منتخباتنا الوطنية. وحمد: فرق شرق آسيا تغيرت ومواجهة الكويت حاسمة. قرار حاسم بشأن قانون الاتحادات الرياضية. وصراع البقاء يشتعل بين فرق الهروب إلى المناطق الدافئة في الممتاز. منتخب الناشئين يباشر تدريباته في تركيا. وليفاندوفسكي ينهي حرب برشلونة وباريس مبكرا. الشباب السلوي يعسكر فيدهوك. اتحاد اليد يضع خطة لاستثمار الفئات العمرية. وننتقل إلى صحيفة الصباح لنطالع أبرز ما عنونت. كلاسيكو العراق يبتسم للزوراء في بطولة الكأس. واتحاد الكرة يسعى لتوفير طائرة تؤمن عودة الأولمبي. 18 لاعبا في التشكيلة الأولية لوطني الصالات. وجاء أيضا في صحيفة الصباح التالي: مشاركة الأولمبي الأخيرة انعكاس لأساليب دورينا الكروي. وجاء أيضا: قضاة السلة ينهون دورة تحكيمية في الكويت. النجف تحتضن دورة لحكام الكرة. وخلدون إبراهيم: ركلات الحظ خذلت الأمانة أمام الكهرباء. تحديد موعد انطلاق بطولة شباب الأندية بالملاكمة. وجاء أيضا في صحيفة الصباح التالي: ألمانيا وإنجلترا يبحثان عن فوز أول أمام إيطاليا والمجر. ومواجهة حاسمة في التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية. ميدفيديف يستعيد صدارة تصنيف التنس. وكوستاريكا ونيوزيلندا يتنافسان على آخر بطاقات المونديال. وكير: متعة اللعب الصفة المشتركة بين كوري وفيدرر. وننتقل الآن إلى صحيفة الصباح الجديد لنطالع ما عنونت في الأخبار الرياضية. غدا مباراتان في بدء الجولة 36 للممتاز وتحديد بطل الدرجة الثانية 20 الجاري. الزوراء يتأهل لملاقاة الكرخ والكهرباء يواجه زاخو في نصف نهائي بطولة الكأس. ودعوة 18 لاعبا لوطني الصالات تحضيرا لكأس العرب. ملعب كركوك سيفتتح وفق معايير عالمية متكاملة لاستقبال المباريات الدولية. وأربيل يجهز شباب الطائرة لغربي آسيا. وحسين علاء ملاكم واعد في مركز الموهوبين. اتحاد الكرة يقيم دورة للحكام المستجدين في النجف. ومشربت شباك الناشئة بأمان. وجاء أيضا في صحيفة الصباح الجديد التالي: أسبانيا تنتزع الصدارة الأوروبية بالفوز على التشيك.
وعنونت أيضا نونيس ينتقل إلى ليفربول. فيرستاين يفوز بسباق أذربيجان. مارسيلو أسطورة تغادر البرنابيو من الباب الكبير. والأردن يضيف بطولة آسيا للناشئات السلة. مانشستر سيتي يكمل إجراءات التعاقد الرسمي مع هالاند. أما الآن ننتقل إلى صحيفة إن سبورت لنطالع ما عنونت. الزوراء يقلب الطاولة على القوة الجوية ويتأهل إلى دور نصف نهائي كأس العراق. وسوكوب يعلن انتهاء مسيرته في تدريب منتخبنا الأولمبي وينتقد الاتحاد الآسيوي. ونشر خبرا تحت عنوان من يختار المدربين للمنتخبات. وصية الراحل البدري تعيق نقل جثمانه إلى العراق. وزيدون يشكر الكاظمي ودرجال. الفرطوسي يفتح أبواب الدعم أمام فريق نادي الميناء. ومنتخب شباب العراق يبدأ تدريباته في بغداد استعدادا لبطولة العرب. منتخب الناشئين يواصل تدريباته في أنطاليا استعدادا لغرب آسيا. وعبد الغني شهد أنا مع القدرات الفنية العالية لقيادة المنتخب سواء كانت محلية أم أجنبية. وجاء أيضا في صحيفة إن سبورت التالي. كرويون يلقون باللائمة على سوكوب مدرب الأولمبي العراقي غير مقنع. والقوى الجوية والدفاع الجوي يتأهلان إلى الدوري الممتاز بكرة السلة. نادي الميناء يعول على تدخلات أسعد العيداني للبقاء بالدوري الممتاز. والمكتب التنفيذي يتدارس حيثية المشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي. اللجنة الأولمبية تنظم دورة تطويرية للاتحاد الوطني في أربيل. واليوم بدء تدريبات منتخبنا الوطني لكرة الصالات استعدادا لكأس العرب. وأحمد عباس ماذا أصاب كرتنا؟ هل هي استجابة لدعوة مظلوم؟ والأوساط الرياضية تنعى نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للسباحة. وننتقل الآن إلى صحيفة الدستور لنطالع أبرز ما عنونت في الأخبار الرياضية. كرتنا في دوامة الانتقادات. والكهرباء يقصي أمانة بغداد من الكأس. وسام طالب كنا الأقرب للفوز. وضوابط تشكيل لجنة أخلاقيات الرياضة. مشاركات ناجحة في بطولة غرب آسيا لكرة الصالات. وسلة وسام المجد تتألق في غرب آسيا. وحمودي رحيل البدري خسارة كبيرة. منتخب الشباب السلوي يعسكر في تركيا. والشرطة يتوج بطلا لملتقى السليمانية لألعاب القوى. والفيفا يعزي برحيل حيدر عبد الرزاق. ونشرت في الأخبار المحلية خبرا تحت عنوان أحمد خضير قرار المسابقات غريب. وعربيا عنونت الإصابة تبعث ثنائي الأسود. أما عالميا فقد عنونت البايرن يوافق على طلب ماني. ونبقى في صحيفة الدستور لنطالع ما عنونت أيضا. الأولمبي بين مطرقة الانتقادات وسندان الهفوات. وضوابط تشكيل لجنة أخلاقيات الرياضة. منتخب الشباب السلوي يعسكر في دهوك. ورعد حمودي رحيل البدري خسارة كبيرة. جذافون يعسكرون في تركيا تحضيرا لمنافسات العالم. والشرطة يتوج بطلا لملتقى السليمانية الأول بألعاب القوى. ناشئو القيثارة يتغلبون على الكرخ بدوري الكرة. والكهرباء يتخطى أمانة بغداد ويتأهل لنصف نهائي كأس العراق. وإدارة النجف لاعبون لن يغادروا. ومشاركة ناجحة لحكامنا في بطولة غرب آسيا لكرة الصالات. وعنونت أيضا إنفانتينيو يعزي اتحاد الكرة بوفاة اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق. وأخيرا عنونت سلة وسام المجد تحقق فوزها الثاني في غرب آسيا. ونذهب الآن إلى صحيفة الحقيقة لنطالع ما عنونت. من أساطير الكرة عمو بابا أيقونة التدريب العراقية. ومع وصول المحترفين منتخب الناشئين يباشر تدريباته في تركيا. وحجاز بهية فقدنا قدوة حسنة في الإعلام والرياضة بعد رحيل شيخ المعلقين العراقيين.
وفي المباراة النهائية سلة الدفاع الجوي بطلا للدرجة الأولى. ونبقى في صحيفة الحقيقة لنطالع ما عنونت أيضا: مدرب الكرامة سنقاتل حتى الرمق الأخير أمام أهلي حلب، وليفاندوفسكي ينهي حرب برشلونة وباريس مبكرا، رياض محرز من بطل قومي إلى هدف للانتقادات، وكينوين تتوج ببطولة فالنسيا المفتوحة، وسويسرا تسقط البرتغال في دوري الأمم الأوروبية. أما عن مقال اليوم فهو للكاتب هشام الدلفي عن صحيفة إن سبورت: من يختار المدربين للمنتخبات الوطنية؟ وفيه حديث عن العشوائية في اختيار الملاكات الفنية للمنتخبات وما يرافق ذلك من تخبط أدى في النهائي إلى سوء نتائج كرتنا العراقية. لنستمع. لا بد أن نعترف بفشل مهمة الاتحاد في تهيئة المنتخبات الوطنية بدءا بالوطني ونزولا للأولمبي والبقية في الانتظار، فعملية اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات غير موفقة، والتصريحات التي وعدوا بها الجماهير هي للاستهلاك الإعلامي، والنتائج لا ولم تبشر بخير. لا أحد ينكر أننا بعد الهالة الإعلامية لاستقطاب المحترفين والقضاء على آفة التزوير استبشرنا خيرا، لكن ما ظهر عليه منتخبنا الوطني ومن ثم الأولمبي تجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة. كيف اختير سوكوب ومساعدوه؟ هل كانت هناك دراسة معمقة حول إمكانيته بتطوير منتخباتنا أم لكونه مدربا أجنبيا وحسب لذر الرماد في العيون؟ أما مساعدوه فليس لديهم أي خبرة، والدليل في بطولة آسيا تحت 23 سنة في المجموعات قابلنا الأردن وأستراليا والكويت، فكانت المستويات ضعيفة وبدون خطط وتكتيك يذكر، والأدهى من ذلك لعبنا مع أستراليا مباراة كاملة وهم منقوصين ولم نستطع عبورهم، وكذلك أوزبكستان لعبوا بناقص لاعب منذ بداية المباراة وكانوا هم الأفضل. تعطيك هذه المؤشرات بأن الأولمبي لا يعدو كونه تجمعا للاعبين ومهارات فردية وبدون أي تأثير في سير المباراة لا من المدرب ولا من مساعديه. فشل الاتحاد مستمر باختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات والحجج جاهزة، عدم وجود أموال، وهذه الأعذار سوف تستمر، ولن نرى منتخبات في الفئات العمرية ولا في المنتخب الأول ما دام الاتحاد يكتفي بالتصريحات مع عدم قدرته على توظيف أشخاص ذوي خبرة في اختيار الأجهزة الفنية لمنتخباتنا الوطنية. ويبدو أننا سننتظر طويلا لنجد اتحادا بمستوى المسؤولية. أما الآن مع أخبار السوشيال ميديا وأبرز المواقع المحلية وما تناولته، وبالتأكيد فأن قمة كأس العراق بين النوارس والصقور سيطرت على الأحداث، ونبدأها من موقع الزوراء لنشاهد ما نشر. نهاية المباراة بفوز الزوراء على الجوية بهدفين لهدف ليتأهل الزوراء إلى الدور النصف النهائي لبطولة الكأس. أما الآن نذهب إلى موقع معرض الكرة لنشاهد ما نشر. إحصائية مباراة الموسم في العراق: مجموع التمريرات الصحيحة 445 تمريرة، ومجموع الوقت الفعلي للمباراة 41 دقيقة. ويذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا وصلت إلى 949 تمريرة صحيحة و72 دقيقة وقت فعلي. وننتقل إلى شبكة الكرة لنشاهد ما نشرت. مازن فياض سجل على القوة الجوية في جميع البطولات كأس السوبر الدوري وبطولة الكأس. أما الآن نشاهد صورة نشرها مازن فياض مع أوديشو. أما الآن نذهب إلى موقع القوى الجوية لنشاهد ما نشر. ويلسون أكاكبو عبر فيسبوك: إنه شعور سيء للغاية أن تخسر مباراة بهذا الحجم، الخروج من الكأس في هذه المرحلة تجربة مؤلمة،
لم أتوقعها أبدا، ولكن من أن لا أشك في إرادة الله، آمل لأيام أفضل قادمة. أعتذر للجماهير الجميلة على هذا الضياع اليوم، يكون الله معنا جميعا. أما الآن ننتقل إلى مباريات نصف نهائي كأس العراق. مواجهات الدور نصف النهائي، الكهرباء ضد زاخو والكرخ ضد الزوراء. ونأخذ الآن خبرا عن نادي الكرخ الذي يقرر إبعاد حارس مرماه بسبب العصيان وسوء السلوك. طرد الحارس عبد العزيز عمار لنهاية الموسم. قررت إدارة نادي الكرخ مع المدرب أحمد عبد الجبار وإدارة الفريق طرد حارس مرمى فريق الكرة بالنادي عبد العزيز عمار إلى نهاية الموسم لعصيانه قرار المدرب أحمد عبد الجبار وسوء سلوك الحارس داخل الملعب. وسبق لإدارة النادي وأن طردت الحارس نفسه قبل أكثر من شهرين، ولكن طلب مدرب عبد الكريم ناعم هو من أعاده إلى الفريق. وأكدت الإدارة أن قرارها وقرار المدرب أحمد عبد الجبار كان تربويا حتى وأن أثرت نتيجة الطرد على وضع الفريق، ولدى الفريق حراس شباب يضع الملاك التدريبي الثقة بهم لما تبقى من الموسم، وأن الإدارة تؤمن بأن السلوك أكبر من النتائج. ونذهب الآن إلى موقع صدى الكرة لنشاهد ما نشر. أتمنى التوفيق لك كوتش وأن أراك سعيدا مع عائلتك، تعلمت منك أشياء كثيرة وكنت لي بمثابة الأب، أنت إنسان محترم وصادق ومن أفضل المدربين الذين أشرفوا على تدريبي، لن أنساك أبدا كونك مدرب كبير وشخص رائع وناصح للجميع، أمنيتي أن ألتقي بك بأقرب فرصة ممكنة وستجدني على العهد كما أوصيتني. وهذه كانت رسالة قوقية إلى مدربه سوكوب. أما الآن نشاهد فيديو عن تدريبات منتخب الناشئين في معسكر تركيا. أما الآن نذهب إلى موقع المحترفين لنشاهد أبرز ما نشر. حسين علي ساهم بتأهيل الصفاقسي إلى نصف نهائي كأس تونس بتسجيله الهدف الثاني وصناعته الهدف الثالث ضد مستقبل الرجيش خلال دخوله بديلا منذ الدقيقة 77 في المباراة التي انتهت بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. مهمة تحكيمية خارجية. الحكم المساعد أحمد صباح يقود مباراة في تصفيات كأس آسيا، والمباراة ستكون بين أفغانستان وكمبوديا اليوم في الساعة 2:30 مساء.
فريق البلدي بطلا لدوري منطقة الفرات الأوسط لكرة الصالات بعد تغلبه على فريق أوراك بنتيجة 7 أهداف مقابل 6 أهداف. والآن إلى الصحافة العربية، وفيها حديث عن أخبار عن الكرة المصرية سواء كانت للأندية أو المنتخب، وأيضا نستطلع عناوين الجرائد الصادرة من العالم العربي، كل هذا بعد الفاصل. مباراة كأس آسيا تحت 23 عام. أستراليا السعودية، تشاهدون هذه المباراة بالأوقات والطرق التالية حصريا على الرابعة الرياضية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ جولتنا بالصحافة العربية بخبر الأهلي يفسخ تعاقده مع مدرب الفريق. لنشاهد. عاجل، الأهلي يفسخ تعاقده مع موسيماني بالتراضي. ونذهب الآن إلى صحيفة الراية القطرية لنشاهد ما عنونت. موسيماني على خط دورينا. أما عن صحيفة الأهرام المصرية فقد عنونت التالي: المنتخب الوطني يحاول استعادة كبريائه أمام كوريا الجنوبية اليوم، وإيهاب جلال يستلهم روح اللاعبين في الأمتار الأخيرة قبل الوداع. وننتقل الآن إلى صحيفة الوطن السعودية لنطالع أبرز ما عنونت. توقف الموسم، التأجيل يعدل برامج المحترفين. أبو جبل يؤرق النصراويين، والوحدة يغازل مدرب الشباب. وتأهل الأولمبي يريح الاتحاد. تيفو تحفيزي في الأهلي، واليد يحدد مواعيد التنسيق. ونذهب الآن إلى صحيفة القبس الكويتية لنطالع أبرز ما عنونت. أزرق الصالات بطلا لغرب آسيا، ومنتخب السيدات للصالات يصل إلى جدة. التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، الكويت ضد الأردن مواجهة حاسمة. النجمة البحرينية بطلا لخليجية اليد، وهالاند ونونيز قوة تهديفية جديدة في البريمير ليج. وكوستاريكا ونيوزيلندا لإكمال عقد المتأهلين للمونديال. وننتقل الآن إلى صحيفة الإمارات اليوم لنطالع أبرز ما عنونت. المنتخب يتأهل إلى مونديال كرة القدم الإلكترونية. تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية لنهائيات بطولة كأس العالم في الدنمارك 2022، يعود فوزه أمس على منتخب المغرب بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة للمونديال العالمي على منصة بلاي ستيشن. وننتقل إلى الصحف العالمية. بالتأكيد فأن تأهل أستراليا إلى المونديال ومباريات دوري الأمم الأوروبية سيطرت على المتداول في المنشطات والأخبار، كل ذلك وأكثر لكن بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ أخبارنا العالمية بخبر للفيفا الذي هنأ أستراليا بالتأهل للمونديال. لنشاهد. ونذهب الآن إلى موقع كرة أونلاين لنشاهد أبرز ما نشر. رسمياً المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022، فرنسا، الدنمارك، تونس وأستراليا. أما عن صحيفة ليكيب الفرنسية فقد عنونت: تغلبت فرنسا على كرواتيا وخرجت من سباق الفاينل. ومودريتش يكسر القاعدة أمام الديوك. قاد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الأسباني منتخب كرواتيا لانتصار تاريخي، وسجل مودريتش هدفا من ركلة جزاء منح منتخب بلاده الفوز على مضيفه الفرنسي في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول لدوري أمم أوروبا، ويعد هذا الانتصار هو الأول لمنتخب كرواتيا أمام نظيره الفرنسي بعد 10 مواجهات مباشرة بين الفريقين في مختلف البطولات. بالمقابل انتصر منتخب فرنسا 6 مرات مقابل 3 تعادلات، وكانت المواجهات المباشرة بين الفريقين بدأت بمباراة الدور قبل النهائي لمونديال 1998 عندما انتصرت فرنسا بنتيجة 2-1. وننتقل الآن إلى صحيفة ذا صن البريطانية والتي عنونت: هاري كين يبدأ مسيرته المهنية الجديدة بصفته محترف غولف، بحيث يشترك كابتن إنجلترا في حدث على غرار كأس رايدر. أما عن الماركة الأسبانية فقد عنونت: هل تشوميني كاسيميرو يمكن أن يكون وجيد جدا لكنه يحد من صفاته، تقرير تنشره الماركة عن الفريق بين اللاعبين. ونطالع الآن منشورا إلى خيسوس. جابرييل جيسوس يستبعد ريال مدريد من حساباته ويريد الاستمرار في البريمير ليج. أما الآن ننتقل إلى موقع مانشستر سيتي لنشاهد ما نشر. مرحبا بك في المنزل إيرلينغ هالاند. أما موقع جول فقد نشر التالي: 13 يونيو 2000 تعاقد مانشستر سيتي مع ألفي هالاند الأب، و 13 من يونيو 2022 أعلن التعاقد رسميا مع إيرلينغ هالاند الإبن. أما عن اللاغازيتا ديل سبورت الإيطالية فقد عنونت: بانغوالان يدفع ديكي سليري إلى الميلان وأنه قوي وهناك يمكنه اختبار نفسه. أما الآن مشاهدينا الكرام نصل لختام حلقة هذا اليوم، انتظرونا بيوم جديد وأبرز الأحداث الرياضية اللي تحصل في المحلي والعربي والعالمي، انتظرونا بيوم جديد. إلى اللقاء.